حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من لأحداث ما حصل هذه الليلة في بلدة السيلة الحارثية، حيث اقتحم أكثر من 60 آلية عسكرية إضافة إلى الجرافات لبلدة السيلة الحارثية من أجل بدء الهدم لمنازل الشبان الذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية حومش التي أدت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين. نحن الآن في طريقنا متجهين نحو بلدة السيلة الحارثية. هناك أنباء تتحدث عن وجود مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي تغلق كافة مداخل البلدة. وهناك الآن وقبل قليل وردنا بإصابة خطيرة من جراء المواجهات المستمرة والمندلعة في البلدة مع قوات الاحتلال. إذن بإذن الله نحن الآن متجهين نحو البلدة وسنغطي ما يحدث من أعمال تجريف وتخريب لمنازل من يتهمهم الاحتلال بتنفيذ أو الوقوف وراء تنفيذ عملية حومش التي أدت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين أيضا في هذه العملية. إذن قوات الاحتلال الآن تتواجد بكثافة في البلدة، أكثر من 60 آلية عسكرية الآن اقتحمت البلدة، وأيضا هناك تواجد لقوات الاحتلال على كافة المداخل للبلدة، وإطلاق قبل قليل جنود الاحتلال يطلقون الطائرات المسيرة لتحديد معالم البلدة بالكامل وتحديد أماكن الدخول والخروج منها على كافة المداخل. هناك تواجد كثيف لقوات الاحتلال تمنع المواطنين من الدخول أو الخروج من البلدة، حتى الناس أو المواطنين المتواجدين في البلدة أو من البلدة الآن لا يستطيعون الدخول إليها. إذن الآن هناك إصابات من جراء استمرار المواجهات مع قوات الاحتلال. حتى هذه اللحظة هناك إصابة بالرأس أو إصابة خطيرة لأحد الشبان، إضافة إلى إصابات عديدة جراء إطلاق الاحتلال للأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع. مستمرون معكم، سننقل لكم كامل التفاصيل وكل ما هو جديد، فابقوا معنا. إذن الآن إصابة أخرى بالرصاص الحي في بلدة السيلة الحارثية. إذن الإعلام يتحدث عن إصابة أخرى لأحد الشبان، على ما يبدو الإصابة في الأجزاء العلوية من الجسد. إذن وسائل الإعلام تتحدث عن إصابة أحد الشبان برصاصة في عينه، الإصابة خطيرة ويتم الآن محاولة نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. الإصابة كما تحدث الإعلام الإصابة خطيرة، والإصابة الأخرى أيضا في الأجزاء العلوية من الجسد. إذن الاحتلال يتعنت في منع الطواقم الطبية والإسعاف من الدخول للبلدة تحت أي ظرف من الظروف، وكذلك يقوم بمنع المواطنين ومنع أهالي البلدة من الدخول أو الخروج منها. إذن الإعلام يتحدث عن أن الإصابة خطيرة للغاية، إصابة الرأس هي إصابة خطيرة للغاية.
اذا الاعلام يتحدث عن محاولة نقل هذه الاصابة الى مستشفى ابن سينا. حتى الان قوات الاحتلال تمنع اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني من الدخول الى البلدة. وهناك دعوات من اهل البلدة لتعزيزات من الاماكن المحيطة بالبلدة لمساندة اهالي البلدة. هناك دعوات ايضا من الكل الفلسطيني بالتوجه نحو بلدة السيلة الحارثية لمحاولة مساندة اهالي البلدة الذين يحاصرون من قبل الاحتلال ويمنعهم حتى من الخروج من منازلهم. إذا مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا نحن الآن نتجه نحو بلدة السيلة الحارثية لتغطية اقتحام قوات الاحتلال بأكثر من 60 آلية عسكرية إضافة إلى الجرافات من أجل القيام بأعمال الهدم لمن يدعي الاحتلال بوقوفهم خلف عملية حومش العسكرية والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة 2 آخرين في تلك العملية. إذن الاحتلال يتهم المواطن والشاب ذو 16 عاما من العمر غيث جرادات بالوقوف خلف هذه العملية بمساندة آخرين. إذا مشاهدينا الكرام الآن يصلنا حتى هذه اللحظة لا يوجد اتضاح إلا أنه هناك أن الإعلام يتحدث عن وجود أو ارتقاء شهيد في هذه المواجهة. حتى هذه اللحظة لا توجد مصادر رسمية إلا مصادر أو شهود العيان في الميدان. إذا مشاهدينا الكرام عملية حومش العسكرية التي اتهم بها الاحتلال الشاب غيث جرادات والشيخ محمود جرادات وغيرهم ممن ساندوهم حسب ادعاء الاحتلال. اليوم قوات الاحتلال تقتحم بلدة السيلة الحارثية من أجل هدم منازلهم. هناك وسائل إعلام الآن تنفي وقوع شهيد حتى هذه اللحظة. وسائل الإعلام تنفي أو الصحة تنفي ارتقاء شهيد في هذه العملية العسكرية في بلدة السيلة الحارثية. إذن حتى هذه اللحظة الصحة تنفي خبر ارتقاء شهيد خلال هذه المواجهة. إذن الصحة تنفي خبر استشهاد وارتقاء شهيد في هذه العملية. حسب ما
أفصحت عنه وتحدث عنه الإعلام في هذه الأثناء أن بلدة السيلة الحارثية هي حتى هذه اللحظة سكنة عسكرية مغلقة من قبل جنود الاحتلال ومن قبل جيش الاحتلال. كما تحدثنا أكثر من 60 آلية عسكرية دخلت إلى البلدة وأغلقت كامل المداخل ومنعت الدخول والخروج إليها. كافة المداخل من كافة القرى المجاورة هي مغلقة، الشوارع الرئيسية وأيضا الفرعية مغلقة بالجبات العسكرية. وحسب الإعلام أيضا أن قوات الاحتلال قد بدأت بنشر الطائرات المسيرة للتأكد من عدم وجود أي منافذ للبلدة تسمح بدخول المواطنين إليها. إذا مشاهدين نحن الآن نتجه باتجاه بلدة السيلة الحارثية بإذن الله، بأسرع وقت بإذن الله سنكون في المنطقة ونغطي ما يحدث في البلدة من جرائم بحق الإنسانية. مشاهدينا الكرام هناك تضارب بخبر ارتقاء احد الشبان شهيد. قبل قليل اعلنت وسائل الاعلام عن ارتقاء الشهيد، ومن ثم نفت الصحة، الا ان الخبر الان على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تتحدث في الحقيقة عن وجود شهيد، وبعض وسائل الإعلام الأخرى تنفي. إذن الآن الإعلام يتحدث عن ارتقاء شهيد من بلدة اليامون. حتى هذه اللحظة كما تحدثنا قبل قليل لا يوجد أي إعلان رسمي من قبل الصحة الفلسطينية سوى الشبان أو المتواجدين في الميدان.
إذن كما تحدثنا الآن ورود عن ارتقاء شهيد خلال المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال للبلدة من أجل تنفيذ عملية هدم لأربعة منازل. اتهم الاحتلال أصحابها بتنفيذ أو الوقوف خلف عملية حومش التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين. مشاهدينا الكرام عبر أوكاس دي جي ميديا، نحن الآن نتجه بإذن الله نحو بلدة السيلة الحارثية لتغطية جرائم الاحتلال بحق الإنسانية من هدم وقتل وتشريد للناس. الآن قوات الاحتلال وقبل قليل دخلت بلدة السيلة الحارثية في أكثر من 60 آلية عسكرية مدججة بالسلاح وأيضا جرافات عسكرية من أجل تنفيذ عملية الهدم. قوات الاحتلال وللتأكيد تغلق كامل مداخل البلدة من جهة من كافة الأماكن، وإضافة إلى منطقة اليامون وشارع اليامون قوات الاحتلال تتمركز في أكثر من شارع ومدخل سواء رئيسي أو فرعي وتغلق الشارع بأكمله. إذن وسائل الإعلام الآن تتحدث عن إصابة أخرى بالرأس في المواجهات المندلعة في بلدة السيلة الحارثية، كما أن قوات الاحتلال ومنذ دخولها إلى البلدة وإغلاق للشوارع تمنع الإسعاف من الوصول للبلدة وتعيد كامل المواطنين المتجهين نحو البلدة. إذن الشاب الذي أصيب قبل قليل بالرأس هو شاب يبلغ من العمر 17 عاما، إصابته حرجة وهو الآن وصل إلى مستشفى ابن سينا. تابعونا بإذن الله، سنكون معكم في حال جد كل ما هو جديد. إلى ذلك الوقت نلقاكم على بركة الله.